لغربة شوية عن الموج شباب تجدد العام الماضي حلم التأهل للأولمبياد من جديد بعد توفر عدد كبير من السباحين المتميزين، وفعلا تم اقتراح فكرة رعاية الفريق على مؤسسة أحد المؤسسات الراعية، وهي مؤسسة ألمانية صغيرة تسمى شتيرنشتاب، وفعلا أبدت موافقتها على تبني عدد محدود من الأولاد ل وفعلا تم اختيار مبدئيا العام الماضي 20 طفل، 10 اطفال و10 بنات، 10 اولاد و10 من البنات، وهم من افضل ما تم انتاجهم في السنوات الماضيه. لديهم الان لدى الاطفال حلم واحد الان وهدف واحد، وهو التاهل والوصول للاولمبياد. طبعا احنا الان في اواخر الصيف او موسم السباحه اللي هو الصيف، وداخلين على موسم شتاء. طبعا في فتره الشتاء السباح يحتاج الى ممارسه، واذا توقف عن السباحه كل اللي بيناه في الصيف كله يتحطم، ولكن نسعى يعني بقوه من اجل توفير تمارين مستمرة في فصل الشتاء، رغم التكلفة العالية التي سندفعها من أجل توفير مسابح ملائمة لهم. أنا هدفي أن أصل لأولمبياد طوكيو، وأنا بتدرب يوم عشان أطور حالي أصل لمستويات عالية من التدريب، وأقدر أنافس أبطال عالميين على مستوى عالمي، ومثل بلدي أني أصير يعني بطل فلسطين وبطل العالم يعني. أنا نفسي أشارك في طوكيو 2020 وأتدرب كل يوم وأسابق مع سباحين، وإن شاء الله إذا سبقت بجيب هالمرتبة الأولى، وبشارك في طوكيو 2020. وطبعا أنا جبتها ببطولة غزة المرتبة الأولى مرتين في الظهر في الحرة. يا ريت